الحلقة الثالثة من أنمي أورنت كانت أخف من الحلقة الثانية والأولى من ناحية الأكشن، وبنفس الوقت بيها شخصيات متعددة، بيها أحداث متنوعة، وبيها شيء كنت متوقع وطلع صحيح. الصراحة استمتعت بهالحلقة وجيت أسوي بها مناقشة خفيفة لطيفة. فإذا يعجبكم الفيديو اضغطوا زر اللايك واشترك بقناتي إذا أنت أول مرة تشوفني. ومرحبا متابعينا محبي الأنمي، فيديو اليوم ومناقشة سريعة للحلقة الثالثة من أنمي أورنت. الحلقة الثالثة بدأت باستمرار القتال ضد الكيشن إنجوكو تينجو. موساشي يهجم والكيشن يستمر بالتعافي. وبالفيديو السابق المناقشة الحلقة الثانية كنت مستغرب أنه فرقة تاكيدا ما تهجم على نقطة الضعف. قلت بوقتها أنه يجوز هاي مو نقطة ضعفة، أو ممكن هي فعلا نقطة الضعف، لكن كل كيشن له نقطة ضعف مختلفة، لذلك ما يعرفوها لحد الآن. لكن اللي صار شغلتين، الأولى أنه طلع توقعي صحيح، ونقطة ضعف الكيشن هذا هو البروز الصخري اللي لونه مختلف عن باقي لون الكيشن. لكن الشغلة الثانية اللي صارت محبطة، والسبب لأن صار شيء مو منطقي. مجاميع قتالية هواية من فرقة تاكيدا تحاول أن تربط الكيشن حتى ما يتحرك، ومجاميع ثانية تتحضر الهجوم قوي حتى تدمر نقطة الضعف، وموساشي يمنعهم حتى هو يسبق الكل ويقتل هذا الكيشن. المو منطقي أن وراء كل هذا الأكشن إجا قائد فرقة تاكيدا وقضى على هذا الكيشن بضربة وحدة. زين، التحضير وين راح؟ أو أصلاً ليش دي يحضرون كل هاي التحضيرات وربط الكيشن والأعداد الهواية من مقاتلين البوشي؟ لو من البداية ينزل ويضرب هاي الضربة ويفض السالفة، أو أصلاً ما يسوي هالحركة، لأنه حتبين كل التحضيرات كأنه مجرد استعراض بدون أي قيمة. وفوقها كل هذا اللي صار عكس الحوارات، لأن قائد فريق تاكيدا هو يمنع موساشي من قتال الكيشن، قال له السبب أنه الكيشن يحتاج مقاتلين هواية حتى يقضون عليه، وبعدها يقتل بضربة واحدة. تناقض سلبي كلش. المهم بعد ما تم القضاء على الكيشن أخذوا القوة مالته. هاي القوة ممكن تكون إضافة جيدة للأنمي، فممكن تكون أكو أنواع من هاي القوى، أو القوة نفسها تخلي الشخصيات تتطور أكثر بالمستقبل. وبعدها صارت الأحداث خفيفة، بيها جانب حواري صار بين فرقة تاكيدا وبين الأشخاص اللي يشتغلون ويا الكيشن والأوني، ومحاولة كل طرف إقناع الثاني أنه اللي يسويه هو الأفضل. البوشي يقاومون هاي المخلوقات، والناس اللي يشتغلون ويا الكيشن مستسلمين وراضين بالاضطهاد من باب أنه المقاومة ما تجيب نتيجة. وهمين الأحداث صار بيها جانب كوميدي، من فرقة تاكيدا قاعدوا يستفزون موساشي بس بطريقة كوميدية، وموساشي خطية دمرت حالته من كثر الكلام المستفز واللي كان كوميدي وما بأي إهانة لموساشي. وتاكيدا من بعدها نطى جوهر الموساشي، وطبعا ويستفزاز كوميدي، وقال له دور على الكيشن القادم بمعرفتك. هاي الجوهر بالحقيقة هي مثل المشكال، فقرة إبراهيكيبيديا. المشكال هو أنبوب بمرايا بزاوية معينة وبها أشياء ملونة همين، يدخل الضوء من جهة وتنظر من الجهة الثانية له، حتى تشوف أشكال هندسية تتشكل بصورة جدا متقنة بسبب زوايا تركيب المرايا. وكل ما تحرك المشكال بطريقة معينة تتغير الأشكال الهندسية، لكن يبقى تصميم هند دقيق وحلو. انتهى. نرجع للأنمي. هذا المشكال به علامات غريبة، وهاي العلامات بعد التدقيق بيها نكتشف أنه عن طريق المشكال يقدر موساشي يشوف الأوني، يعني يقدر يحدد مكان وحش الكيشن القادم. وهمنا من لفافة البوشي مذكور أنه عدد الكيشن أكثر من 100، طبعا اللفافة قديمة وممكن يكون عددهم أكثر حاليا. والأهم من هذا عرفنا النتيجة النهائية لمحاربة الكيشن والأوني. الكنوز راح تكون ملك لأفضل محارب بوشي واللي يقضي على أقوى كيشن، والأرض راح تتوحد من جديد واللي يوحدها راح يكون هو الملك الجديد إلها. هذا الحلم هو حلم كل مقاتل بوشي. صح الحلم قد يكون شيء مادي، لكن قتال الكيشن مو سهل، وهي جائزة شيء مستحق للي يقاتل أقوى كيشن. وانتهت الحلقة الثالثة بمغادرة فرقة تاكيدا للمدينة، وهمينا مغادرة موساشي وكوجيرو للمدينة، وظهور لقطة البنية قاعدة على طرف النهر واللي راح يكون إلها مكان مهم بهذا الأنمي، لأن موجودة لقطات إلها ويا موساشي وكوجيرو بأغنية البداية والنهاية للأنمي. يبقى شيء واحد وهو شلون مدينة البوشي تطير بحجمها الكبير، وشلون همينا مقاتلي البوشي كلهم يطيرون. الواضح أنه الطاقة اللي يجمعوها من الكيشن يستخدموها لهالشيء، لكن يبقى السؤال، هل هاي الطاقة لها حد معين وتخلص؟ لو مجرد يجمعوها من الكيشن فتستمر ويا مقاتلي البوشي؟ هذا الشيء بالتأكيد راح نعرفه بالحلقات الجاية، لأن هو شيء مهم. وإذا الأنمي ما ينطي جواب واضح حتى لو بطريقة غير مباشرة، فراح يكون شيء سلبي على هذا الأنمي. وبس، انتهى فيديو اليوم. اكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بمناقشة الحلقة الثالثة من أنمي أورنت. وإذا عجبكم المقطع دعموني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصل المقطع لأكبر عدد ممكن من الناس، وراح يشجعني بالاستمرار ونشر المزيد. وانشروا المقطع بين أصدقائكم محبي الأنمي، وتابعوني على تويتر وإنستغرام. ومن لحد ما انشر المقطع القادم، أتمنى لكم أوقات سعيدة وتحياتي لكم.